سيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، تنشكر السيد النائب المحترم على السؤال حول دعم وتأهيل منظومة النقل الطرقي للبضائع. في البداية تنبغي نشير إلى أن إصلاح وعصرنة هذا القطاع تستلزم العمل المشترك مع المهنيين من أجل تأهيل الإطار التشريعي، الرفع من المهنية، الحد من نسبة القطاع غير المهيكل، تشجيع الاستثمار، وكذلك النهوض بالأوضاع الاجتماعية للشغيلة. تفعيل لمبدأ العمل المشترك مع المهنيين، ترأس شخصيا عدد من اللقاءات خلال الأسبوعين الماضيين مع مختلف الفئات العاملة بالقطاع باش نوقفوا على المشاكل ديال كل صنف من هذه القطاعات، وكذلك الأولويات اللي خاصنا نشتغلوا عليها. غادي يتم أيضا التدقيق خلال الاجتماعات المرتقبة تطيبها شهر يناير المقبل قصد ترتيب الأولويات وتحديد برنامج عمل مشترك. من أجل دعم القطاع تتركز الوزارة حاليا على تسريع برنامج تجديد الحظيرة بغلاف مالي سنوي قدره 250 مليون درهم، كذلك برنامج التكوين المجاني بغلاف مالي سنوي يناهز 70 مليون درهم. كما تعمل الوزارة أيضا على تنزيل القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية للعاملين بقطاع النقل الطرقي للبضائع. شكراً.